فين السؤال بيقول: يريد علي أن يضع مرش الماء على أبعاد متساوية من رؤوس حديقته المثلثة الشكل، فأين يتعين عليه وضع المرش؟ يعني يبغى يوجد نقطة تبعد البعد نفسه عن كل رؤوس المثلث. نحن نعرف إنه هذه القطعة هتكون نقطة التقاء المنصفات العمودية للأضلاع. صرنا نرسم منصفات الأضلاع ونشوف نقطة التقائها. نجيب المسطرة، نقيس طول هذا الضلع، نحدد منتصفه باستخدام المثلث، نقيم عمودي، سوي نفس الشيء مع القطعة دي، ونقطة التقاء المنصفات هتبعد البعد نفسه عن رؤوس المثلث. إذا عندك سؤال أسألنا تحت في التعليقات، وإذا عجبك الدرس وتبغى تشوف تكملته زورنا في واضح.com واشترك معنا عشان تقدر تشوف جميع الدروس وحلول جميع الأمثلة وجميع مسائل تحقق من فهمك مشروحة بطريقتنا البسيطة والسهلة، وتقدر تتواصل معنا وتسألنا أي سؤال وإحنا حنجاوبك عليه.